السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بعض الاتهامات اللي بتوجه ليه الناس اللي هي ضد بلحة إن هم ما بيشوفوش الإنجازات، ومن ضمن الإنجازات اللي عملها السيسي فعلا هو موضوع الكهرباء. السيسي لما استلم مصر كان في عندنا عجز فعلا في الكهرباء، ده حقيقي يعني، وكان موجود من أيام حسني مبارك. إن أنا عاوز أقول لك دلوقتي إن مصر عندها فائض في الكهرباء، ودي حاجة كبيرة جدا. حوالي تلت إنتاج مصر بقى فائض في الكهرباء، مصر بقت عندها فائض كبير تقريبا 22,000 ميجا وات تقريبا فائض. فدي طبعا يعتبر نقلة كبيرة جدا جدا. طيب واحد يقول لي طب مش انت قلت يا خالد وقعدت تشتم الناس اللي هي بيتكلموا على السيسي ويقولوا انجازاته؟ طب مين قال لك ان ده انجاز؟ ما انا بس بقول كده عشان ناخد وندي مع بعض في الكلام يعني. بص، ده من ضمن القاذورات اللي تثبت لك ان هذا الرجل المنحط، ان هذا الرجل المنحط هو اشد ضررا على مصر. والله من الكوليرا اللي جابتهم، من وباء كورونا، من اي حاجه، وشويه المواشي والبقر وابناء النزوات الصيفيه وعديم الشرف، نتاج مراتب الكاراتيه، نتاج مقالب الزبالة، أبناء الخرابات، كل الناس دي، أبناء الغوازي، أبناء راقصات اللجان، بيقعد يكلمك دايما على الكهرباء كأن حاجة يعني حاجة. الراجل عمل إنجاز قوي. طيب أنا عاوز أقولك على الكهرباء ثلاث حاجات وتشوف وأنت بعد كده تحكم بعقلك، هل اللي عمله ده إنجاز ولا سفالة وانحطاط؟ ونشوف. أول حاجة عاوز أقولها قبل ما أنسى، إن الهدف اللي اتقال من سد النهضة إن أثيوبيا عاوزة تعمل طاقة كهربية وتديها للناس وتوزعها وتشتريها، ومن حقها إن هي يعني تعرف طبعا الطاقة دي أهم حاجة دلوقتي، من حقها إن هي تعمل تنمية عندها في أثيوبيا وتبيع لناس تانية الطاقة. ده اللي هو الحاجة الأولانية. طيب سد النهضة بينتج كام؟ بينتج تقريبا 6000 ميجا وات. طب مصر عندها فايض كام؟ مصر عندها 21 ميجا و 1000 ميجا وات، يعني 6000، مصر عندها فايض 21,000 ميجا وات. يعني احنا لو كنا بعد كل الحرب والموت والقتل ومجلس الامن ومجلس النواب والمخابرات والمناورات وكده قلنا لهم خدوا 6000 ميجا وات كان الموضوع خلص، يعني على الاقل كنا خلص بالنسبه للحجه بتاعتهم. يا جماعه الكلام ده مذهل شويه او غريب، بس دي الحقيقه والله. لو رحت انت شفت انتاج سد النهضه المزمع هتلاقي في حدود 6000 ميجا وات، وانت عندك فايض. مصر تقريبا بتنتج دلوقتي تقريبا قرب 60,000 ميجا وات، ومع ذلك ما فيش. لا هو بيقول لك انا ببيع كذا ومبيعش كذا ومش عارف ايه ده، فدي نمره واحد. دي تقول لك ان الراجل ده جاسوس، شو ما جاتش في بالهم يعني. اول واحد طبعا قال الكلام ده كان المهندس مو اللي هو مختفي بقاله فتره، هو مش عارف يعني جاله ايه بقى، احباط ولا ايه، ربنا ييسر يعني ما يكونش اصابه ضرر، لان هو كان انسان مفيد قوي. صحيح يعني كنا بنختلف سياسيا، لكن هو من الناحيه العلميه هو انسان امين جدا وانسان محترم يعني، واتمنى له كل الخير. فدي النقطه الاولانيه، ان انت اساسا عندك كهرباء فايض بتعمل بيها ايه؟ انا اقول لك بيعمل بيها ايه. يبقى اول حاجه ان هو ما استخدمهاش في في الشيء المهم ده. تاني حاجه هو عمل ايه بالبتاع؟ خد ديون. احنا اتكلمنا على الديون، الديون بتاعت مصر قفزت الدين الخارجي من 33 مليار دولار، وده حصيلة بيقول لك الفشل والاستدانة من طوال فترة حكم العسكر، لأن قبل حكم العسكر مصر ما كانتش مديونة لحد، هي بس ابتدت تستدين من بعد حكم العسكر، وصلوا ل 33 مليار قبل السيسي، وقت وصل كام؟ قرابة ال 140 مليار. ده الرسمي. لكن جميع الخبراء وبالحسابات بيقولوا انهم عدوا ال 200 مليار.
يعني انت ما عملتش انجاز، زي ما يجي واحد يقول لك ايه انا عملت لك حاجه كويسه جدا جدا، إيه؟ انا اشتريت لكم عربيه بجد. اه والله. فانت بعد ما بتسوقها كده وجبتها ازاي يا بابا؟ لا ده انا استلفت فلوس العربيه وقلت له ان انتوا هتسددوها، او واحد صاحبك عمل كده، بتقول يا ابن صح يا ابن الوزه بقى انت عملت كده، وهو بقى ايه متباهي جدا يقول لك انا عملت لك بقى عندي ليك حته انا استلفت البتاع. فهو عمل ديون جدا وراح بنى بيها محطات كهرباء فايضة عن حاجتنا بديون اساسا. بس هنعمل ايه يعني؟ مش يعني مش وصل العجز، لا ده فض بقى عن حاجتنا. طيب انت هو ده الانحطاط بتاعه؟ لا والله، ده ربع الانحطاط بتاعه. امال ايه الانحطاط بتاعه بقى كاملا عشان تعرف؟ السعر. في حاجه اسمها صندوق مصر السيادي، فاكرين احنا لما اتكلمنا من 7 8 اشهر السيسي بيقول لك صندوق مصر السيادي تاني يوم تالت يوم بيكون الصندوق معمول، لان هو بيبقوا مجهزينه له في تل ابيب يعني. وقالنا صندوق مصر السيادي ده هو تحت امر السيسي بس، وهو اللي بيصرف عنه كل حاجه، فهو حط فيه محطات الكهرباء اللي هو عاملها من فلوس امه. ما هي واخد الفلوس من امه. هو راح للمليكه قال لها معاكي كام يا مليكه؟ قالت له انت محتاج كام؟ قال لها انا محتاج مثلا 100 مليار. قلت له خد يا حبيبي. فخد الفلوس، بيتعامل مع فلوسنا كانها فلوس امه، والصندوق السيادي كانه صندوق امه يا اخي امه. فالصندوق السيادي ده خد محطات الكهرباء وابتدى يبيع من فايض الكهرباء. طب هو بيبيع بكام الوحده؟ بيبيع الوحده في مصر في المتوسط ب 140 قرش للمصريين اللي هم اصحاب الفلوس، اللي هم اصحاب الفلوس، اللي هم اصحاب الانجاز، اللي هم الناس لم يجدوا، الناس دي اللي هي لم يجدوا من يحنوا عليهم، فهو بيبيع لهم 140. طب هو بقى داخل بيبيع الكهرباء لافريقيا بكام؟ عاوز يخش يبيع الكهرباء لافريقيا وفي الساحل الشمالي. ما هو في وحش، ما فيش دولة هبلة راحت استلفت 100 مليار ومش عارفة هتعملهم منين. بيبيعها بكام بقى للناس دي بقى؟ طيب لو هو بيبيع لك انت في مصر من غير نقل ولا حاجة ب 140 مليار، هيبقى ب 140 قرش الوحدة. هيبيعها ليهم مثلا في افريقيا بكام؟ 160 170، عشان خاطر يعني 160 170 عشان خاطر النقل. وبعدين تقول برضو احنا عشان يعني، يعني احنا برضو يعني عشان العشم اللي بينا اكيد مرخص لنا شويه، توصل لهم 180. لا هو بيبيع الوحده اللي هو بيبيعها لنا ب 140، بيبيعها في افريقيا ب 41 قرش. هو بيبيعها لك انت ب 140 وبيبيعها لك ب 41 او 42 قرش. فلوس امه، فلوس امه، هيعمل لك ايه؟ طب الكلام ده اللي قاله الاستاذ ايمن سليمان رئيس، وبيقولوا فخور بيه، بيقول لك دي مصر. وما هم بهايم بقى. وبعدين هم خلاص بقى، ما هو طالما ابن اختي وجوز خالتك مع المدفع خلاص بقى يقول اللي يقوله، يطلع مع، يطلع مع بريز، ويطلع مع الراجل التاني اللي كان معاه، ويقول لك ويحط العلم وراه والابيض فازرق ومواشي بتسقف ورخاص وابناء عاهرات وكده بيسقفوا له. فالراجل بيقول من ضمن الانجازات، بيقول احنا عندنا الفايض الكهرباء واحنا هنبيع ل لدول افريقيا وللساحل الشرقي، واحنا داخلين في مناقصات كده، ورايح جايب اللينك بتاع الهيئه بتاعت بلومبرج اللي هو هيئة اقتصادية يعني عالمية، يعني لا مؤشر اقتصادي عالمي يعني، ويجي قايل لك ايه ان اهو السعر بتاعنا اهو. فطلع السعر بتاعهم اللي هو فرحان بيه 42 قرش الوحدة اللي بيبيعها لك انت في بلدك بفلوسك ب 140 قرش. شفت الراجل انجازاته حلوة ازاي؟ يبقى اول حاجة هو ما استخدمش الكلام ده في سد النهضة، لان هو بيحافظ على سد النهضة. صد النهضة من أمر لازم يكمل عشان يبقى رقبة مصر تحت رجل إسرائيل. دي أول حاجة. تاني حاجة أنا بقولك على وساخته بس، يعني إن هو ده الإنجاز. تاني حاجة إن كل ده بديون، وهو مش صعب إن أنت تتعاقد مع محط، مع يعني أي دولة
لو هتستلف فتيجي رايح استلفه وتعالى اعمل لي هنا واعمل لي هنا. زي ما بقول لك انت تجي رايح مستلف من واحد وتيجي رايح شارع عربيه مرسيدس وجراح سلف الكلام ده كله، اللي احنا مش هنعرف نرد امه واحفاد احفادنا هيقعدوا يلعنوا فينا او يلعنوا في البقر يعني. لو لسه الفيديوهات دي موجوده هيقول لك والله الراجل ابو داء النبيضه دي وشعر ابيض كان بيتكلم صح يعني. تالت حاجه ان هو بيبقى حالنا احنا 140 بيبقى حالهم هم برغم النقل ب 42 يعني بيبقى حالنا عن اكتر من 3 اضعاف. طب يا عم خلي عندك حصوة، حط في عينك حصوة ملح، وبقى حالنا احنا قدهم مرتين يا سيدي، بقى حالنا ب 80. قال لك لا ده لو طلت، انا بقول لكم ذل هو ذل. هحاول ان شاء الله باذن الله انزل اللينك بتاع الموضوع، لو بعرف انزل اللينك بسهولة هنزله ان شاء الله. هو اللي صعب هنا الفيديوهات لكن سهل اللينك، وهنزله ان شاء الله باذن الله عشان اي معزه يشكك في الكلام ده تاخد اللينك وتحطه في عينه. والكلام ده من بق مدير صندوق مصر السيادي بتاع السيسي، وهو بيفرح المعيز بتوعه وابناء النزوات الصيفيه بانجازاته. مش عاوز يا جماعه حد ينسى النهارده الساعه 8 الحلقه اللي انا كلمتكم عليها اللي هي ان سيسي ونتنياهو وساعات السفر الساعه 8 اللي انا قلت فيها هنشوف هل احنا بنخرف ولا لا، هل احنا بنخرف ولا لا. اقول لكم اثباتات من فيديوهات قديمه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نشوفكم على خير ان شاء الله.